صباح الخير، صباح الإشراقة، صباح التفاؤل من جزيرة العلم، هذا المعلم الحضاري والجميل في إمارة الشارقة. بداية رح أحكي عن أطباقنا لليوم. رح نتعلم طريقة تتبيل سمك السالمون شوية، أيضا رح نستعمل السالمون، الثوم المطحون أو المفروم ناعم مع الشبت الأخضر، عصير الليمون، زيت الزيتون والزعفران. رح نتبل أيضا لحم الضأن القطع أو التكة بطريقة أيضا مميزة، نستعمل فيها البصل الأبيض المفروم ناعم، زيت الزيتون والأعشاب الكليل الجبل مع الزعتر الأخضر. رح نستعمل البهارات السبعة، شوي من القرفة والشطة الحارة اللي هي التشيلي بيست أو الفلفل الحار، ورح نستعمل أيضا القليل من الخردل. هذه بالنسبة للحم الضأن التكة. بالنسبة للكفتة رح نستعمل أيضا مقادير البصل المفروم الناعم، بقدونس، شوي من القرفة المطحونة، لحم مفروم ناعم فيها نسبة من الدهن تقريبا حوالي 25%، 20-25%، إذا 80% لحم أحمر و 20-25% من دهون لحم الضأن. رح نستعمل أيضا اليوم، رح نتعلم تتبيلة اللحم التندرلوين أو الفيليه من لحم العجل. رح نتبلها بالأعشاب الخضراء المقطعة ناعمة مع الخردل، شوي من الزيت، ونعطيها نكهة. ممكن نستعمل أيضا شوي من الحار لو حبينا نكهة الحار فيها. رح نتعلم أيضا تتبيلة الشيش طاووق لليوم. دجاج مقطع قطع مكعبات تقريبا وزن 45 جرام، 40-45 جرام حسب الرغبة طبعا. كل ما زادت حجم القطعة كل ما طالت فترة شوائها. رح نستعمل بتتبيلتها معجون الطماطم، البابريكا، فلفل الأسود، الأعشاب الخضراء. رح نستعمل أيضا الثوم المطحون، عصير الليمون، شوية فلفل بهار، وفينا نستعمل أيضا لو حابين لبن الروم. كل ما طالت فترة التتبيل كل ما كانت أفضل. بداية رح نبدأ بسمك السالمون. رح أضيف شوي ثوم ناعم، شبت عليه، شوية ملح، فلفل، ونضيف أيضا شوية زعفران. عندي خيارات، إما ممكن أنا أضيفه بهذا الشكل وأتركه لفترة معينة مع عصير الليمون، رح يعطيني نتيجة أيضا اللون اللي أنا بدي إياه، وممكن أني أضيفه شوية قليل جدا من الماء الحار لحتى بس أخذ لونه بهذا الشكل. هذا الشكل طبعا لو كان السمك السالمون بالجلد موجود على جهة منه بشوي بداية جهة الجلد وثم بقلبه. أنا حبيت اليوم أني أخليه بدون جلد، بس ننتهي منه لازم نغير طبعا الكفوف طبعا لحتى ما يختلط مع اللحومات. رح أحاول أخفف أنا بس النار عليه شوي، بس يأخذ لون رح نغيره. بالنسبة ل اللحم الضأن أو التكة، مثل ما حكينا بداية رح تكون قطع محضرينا مسبقا من لحم الضأن، ممكن ناخذها نحن من الكتف، كتف الخروف، إذا فينا ناخذها من الفيليه بتكون أفضل، بس ممكن أيضا يعني تصير طرية كثير لحتى يكون فيها نسبة من الدهون بسيطة جدا تعطي نكهة أيضا مميزة، فأنا ماخذها من لحمة الكتف. بصل الناعم عندنا يا شيء أساسي. أنا ممكن أضيف أيضا لو حسيت إنه اللحم
بدي اياه طري زياده شوي عن اللزوم، ممكن اضيف قطعه صغيره من الكيوي. الكيوي طبعا مطحون، بطحنه انا، بضيفه مع شويه ليمون او زيت زيتون، وبجهزه مسبقا لحتى اضيفه للمقادير تبعي. اللحمه الحمراء مثل ما حكيت انا استعملت لحم الضأن، اخذته من الكتف، قطع مكعبات تقريبا بوزن 30-35 جرام لغاية 40 جرام، ما في مشكلة. البصل، رح نضيف البصل بهذا الشكل للتتبيل، شوية فلفل حار، أنا رح أضيف شوية أعشاب أيضا، خضراء فرش، هذا الكيوي أنا حبيت أني أضيفه بشكل مطحون. أضيف شوية من البهار المشكل والقليل من البهار القرفة، ما منكتر كتير مشان ما يسود اللحم معانا، شوية زيت، منظر جميل جداً. استعمل سكيورز بهذا الشكل، رح اكتفي بهذا القدر معنا لليوم. نرد الكفوف ورح نشوف كيف فينا نتبل اللحم الأحمر عنا اليوم اللي هو التندرلوين. رح أضيف شوي من الملح، فلفل أسود، وأيضا أعشاب خضراء، شوي من الخردل، بهذا الشكل، زيت الزيتون، حاول السالمون طبعا بدأ بالاستواء، ممكن أزيحه على الجهة اللي هي ما فيها كتير حرارة بهذا الشكل، خلينا يستوي شوي. كيف صار شكله؟ أضيفه بهذا الشكل. ممكن رح نشوف هلأ طريقة تحضير الكفتة معانا لليوم. بصل الناعم والبقدونس المفروم، ملح حسب الرغبة، تقريبا 30 جرام ملح بتكون ل او 35 جرام ملح تقريبا لكل نص كيلو لحم، شوية فلفل اسود. احنا هذا الشيء بيكون تقديري حسب كميات، ما بدي احكمها، ممكن تكون كمية مثلا 700 جرام او اكثر او كذا، فحسب الرغبة راح تكون. استعمل، لازم استعمل ايدي لخلط الكفتة، فيني أخليها أيضا بدون دهون، بس أنا بفضل أنها تكون شوي في نسبة بسيطة جدا. شكل الكفتة صار موجود معنا، ممكن أنا غط إيدي إما بالزيت أو شوية مي، أستعمل سيخين مع بعض ونشكها بهذا الشكل. لو كانت السياخ معنا رفيعة شوي ممكن أحط سيخين مع بعضه، بس لحتى أشكل سماكة تمسك الكفتة مع بعضها. طبعا وجود الدهني مهم جدا، بيساعد على تماسك اللحم مع بعض.
كيف فينا نحن نتبل الشيش طاووق. بس خليني اقلب اللحم اتاكد من انه، يا سلام شيء مميز الرائحه. ايضا حاول اعطيه اربع جهات. لو كنت عم بعمله على الفحم بدي يكون مسيطر على درجه حراره الفحم اللي عم بستعمله، مش خلال اني ارفع شوي المقادير للاعلى الاسياخ لحتى ما تحترق. حاليا رح نشوف طريقه تتبيل الشيش طاووق. طريقه سهله وبسيطه جدا، مثل ما حكيت قطع الشيش طاووق ممكن ناخذها من الفخذ ومن الصدر ايضا بدون عظم. نضيف شويه ملح وفلفل حسب الرغبة، شيء بسيط. رح أضيف أنا أعشاب أيضا وزيت، شوية بابريكا، تقريبا نصف ملعقة صغيرة لكل كيلو. رح أضيف شوية رب البندورة وثوم مطحون هذا الشكل، شوي عصير ليمون يعطي أيضا طراوة، مثل ما حكيت في ناس بيحبوا يضيفوا لبن الروب أو الزبادي للتتبيلة كمان بصير. بدنا ندير بالنا بس موضوع الشوي لأنه لبن الروب سريع يعني الاحتراق، وبالتالي بدنا ندير بالنا بس بموضوع الشوي مشان ما يحترق معنا. يكون بهذا الشكل. طريقة الشك أيضا من بداية القطعة إلى نهايتها حتى بهذا الشكل. نحاول نكون على مبدأ استعمال الإبرة الخياطة يعني. الكمية فينا نتحكم فيها، كل كيلو تقريبا ممكن يكفي بين 4 إلى 5 أشخاص لو كان لحاله. لو كانت تشكيلي من اللحوم نفس الشيء، كمية استهلاك الشخص الواحد بتكون بين اللحوم أو البروتين يعني الحيواني بتكون ما بين 180 ل 250 جرام بشكل عادي. فينا طبعا لو كان حابين نحن نضيف اكثر ممكن. هيك بيكون تتبيلة الشيش طاووق معنا انتهينا منها. الكفتة شارفت على الاستواء ايضا. نعمل الخضار المشوية نشكلها. انا اليوم حبيت اني اجهزها بطريقة الفلفل الاحمر مع البندورة الكرزية، ممكن نضيف البصل او المشروم او البطاطا مثل ما حكينا. تبلتها بشوية ملح فلفل وبعض الاعشاب، فينا نحطها على جنب. وشكيتها طبعا بعرق من الاكليل الجبل، تشكيلة جميلة جدا. في هذه الاثناء انا رح جهز اطباق السكب اللي عنا اياها. حاول بس يكون عندي مساحة أكبر. أعزائي المشاهدين، هلأ بتكون هاي الفترة بنلاحظ أنه بعد حوالي تقريباً ربع ساعة ل 25 دقيقة استوت اللحمة معنا. رح نبدأ بسكبة. بالنسبة للستيك حاول أنا أحطه منتصف بهذا الشكل. الكفتة صابق. الكفتة مثل ما حكينا ما بتاخذ فترة طويلة في الاستواء. حتى الشيش طاووق أيضا صار جاهز معنا.
حيث أنا على جنب بهذا الشكل. والسالمون أيضا استوى بشكل جميل جدا. أضيف الروزماري بهذا الشكل هون، وممكن أزين في الزعتر أخضر للسالمون، ممكن أضيف جنبه ليمون، ممكن أساوي أيضا صلصة مناسبة له عبارة عن ممكن تكون الكريمة مع الزبدة وعصير الليمون. فينا نحن نتحكم بكل شيء. بتمنى تكون وصفتنا لليوم عجبتكم. وصفتنا كانت مناسبة جدا لهذه الأجواء، تتبيلة المشاوي حكينا عنها بشكل مفصل، اخترنا 4 أنواع اليوم حتى نشتغل فيها. أخيرا وليس آخرا بتمنى لكم نهار سعيد. شكرا لمتابعتكم ونلتقي في حلقات قادمة.